معذرة للإخوة، كان فيه حصل فيه انقطاع. يبدو هو أنه كاين الناس اللي هما راهم مقلقين من مثل هذه النقاشات. يبدو هو أنه كاين فيه ناس يتقلقوا. معلش، نحاولوا إن شاء الله ربما يزيد. المهم إذا كان الأخ مروان راك تسمع فينا، نعاود ندخلك معنا في هذا الو، الو، مرحبا. المهم، معذرة، كان فيه انقطاع. كان في انقطاع. هذا ربما كان فيه ناس اللي يتقلقوا هكذا لما يكونوا يشوفوا نقاش هادئ هكذا والناس تحب تفهم هكذا، يتقلقوا هما. معليش. المهم، إذا الأخ مراد معنا، الأخ مروان، مروان نقيب في القوات الخاصة. الأخ مروان، بداية لو كان هو أنه أنت تحكي لنا كيفاش أنت التحقت بالصفوف نتاع الجيش، وكيفاش أصبت في، حتى أنه قلت لي باللي بطرولك الرجل نتاعك اليمنى، وكان تحكي لنا هذه المسألة هذه على جال باش فيما بعد نجيو إن شاء الله للحقوق، لأنه أنت لما ما تحكيش على هذه المسائل من بعد الناس ما تعرفش هذه نتاع الحقوق ونتاع المطالب وكذا. يعني قرار كان اتخذته انضمام صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد ما كانت تعرضنا لعملية إرهابية، وكان الوالد تاعي خدام، كان عامل مصلحة البريد، كانوا خدم 5 إرهابيين هجموا على المصلحة تاع مركز البريد للاستيولاء على الأموال. يعني وش من جهة الأخ مروان؟ يقدر هو هذه في بلدية سيرات ولاية مصغالين في سنة 1992، كنت في ذاك الوقت طالب في ثانوية. اوكي، تسمى كاين بعد مجموعة الاعتداء هذا، هما هجموا على المركز نتاع البريد، قاموا بعملية نتاع السطو وداو الأموال انت، واعتدوا على الوالد نتاع. قلت لي ألو. للأسف الشديد، ما فيك نعم. استاذ، قلت لك ما داوش الاموال، كان الوالد قدر يفلت من بين يديهم ويدي انفتحت على الكفر، ما قدروش يدوا الاموال، كان البيت تاعنا يعني مجاور المركز البريد، يعني بيت وظيفي، حالة تاع الرعب في وسط العائلة كانت تسمى هما، تهديد، وبعد تلقيت عملية انضمام العائلة كاملة تلقى تهديد. فقط تهديد، فقط في نفس الوقت صدمة. وبعد الأحداث فني تاع الكشافة الوطنية فني في ولاية مستغانم اللي ماتوا فيها 11 طفل في مقبرة الشهداء، في مقبرة الشهداء، كان يعني من الواجب اتخاذ يعني اتخاذ موقف، وثم اللي قررت اني ننضم لصفوف الجيش الوطني الشعبي. نعم، إذن هذا هو الأمر اللي خلاك أنت لما شفت أنت بعض المجازر، شفت أنت يا التصفيات، تسمى هذاك هو كان الدافع الأساسي على جال باش أنت التحقت بالصفوف تاع الجيش. هذا أكيد أستاذ. ومن بعد أنت رحت انخرطت في هذا العمل المسلح، صرت أنت تحارب في هذه الجماعات المسلحة. أنا عرفت الجماعة المسلحة اللي تهدت على العائلة تاعي، تهدت على 11 طفل في المقبرة تاع الشهداء. يعني كانت النظرة عندي أنا، هذا النظرة الجماعة الإرهابية هذه أي تهدد في الأمن تاع المواطن، سواء كان في البيت تاعه، سواء كان 11 طفل كشافة وطنية، يعني كامل براعم تفجرت عليه قنبلة في مقبرة الشهداء في ولاية مستغانم. يعني كان الواجب فان احنا نوقفوا مع الشعب تاعنا، نوقفوا مع الأمن، وفي نفس الوقت نكونوا واقفين مع الأهل تاعنا. كان الوالد يعني سلموه سلاح فني، كان يخرج للحراسة في الليل،
وكنت انا في نفس الوقت كانت عندي كنت في الثانويه، كانت عندي يعني مسدس فني، نقعد عاش في الدار حتى يجي هو من الحراسه تاعو، وصباح النهار نروح نقرا. في أي سنة دخلت للجيش الأخ مروان؟ سنة 1995 التحقت بالأكاديمية العسكرية المختلفة الأسلحة بشرشان، اللي دخلت درست فيها بالنيفو لمدة تاع 10 الترمينال ولا سنوات خلصت. بالبكالوريا؟ أخذت مستوى بكالوريا، عقبت 3 سنين تربص وتخرجت برتبة ملازم. كان اختيار تاعي القوات الخاصة، يعني بنكون صريح معك، يعني المهام تاعها يعني ما ما تاع يعني هي باينة، يعني كومبا. كومبا، يعني ما ايوه يعني الميدان، يعني الميدان كما يقولوا من قبل ما تخرج. ميدان قتالي. المهم في الفترة هذه الأخ مروان من 95 نقولوا مثلا إلى غاية 99، كانت ربع سنوات يعني قبل ما يجيبوا تفليقة. في الفترة هذه تسمى دخلت أنت، كانت الأمور كانت يعني عمليات مسلحة، صارت في الجزائر، صارت فيه مجازر، صارت فيه كذا. في الفترة هذه وش هي أهم العمليات اللي أنت شاركت فيها؟ أهم العمليات اللي شاركنا فيها كان القضاء على 3 إرهابيين، من بينهم واحد يمني كان مبعوث تاع بن لادن في ولاية باتنا، كان مبعوث تاع بن لادن باش يشوف هل راح يضم يعني مجموعة الإرهابية في الجزائر، يضمهم ليه أو لا، يعني بعثوا للقاعدة. كجاسوس يشوف يضمهم للقاعدة ولا لا. هذه من أهم العمليات. عملية البابور فاني اللي معروفة، عملية البابور اللي تقريبا في أكثر من بابور ألف ليف ديت سيف. جيت ستيف، يعني كانت عملية فنية تقريبا 80 طفل نساء، قبض على أكثر من على 25 إرهابي على قيد الحياة، و10 كانوا موتى. وكاين عمليات واحدة أخرى ثانية قمنا بها، يعني مهام القوات الخاصة معروفة، مهام ماهي سهلة، بالتعاون مع القوات الصديقة سواء موساد ولا بي اف ام انت ومختلف الاخ الأسلحة الأخرى. مروان في الفتره هذيك انت كانوا تسمى يعيطوا لكم، من لانك انت مثلا قلت لي قضيه في باتنا وقضيه في ستيف، تسمى كانوا يعيطوا لكم انتوما؟ وش من مكان كنت انت في الفتره هذه بين 95 يعني الى غايه نقولوا 2000؟ اي كان الفوج تاعنا احنا يعني يتحرك في المنطقة الشرقية كامل، عملنا في المنطقة الشرقية كامل جميع كنتوا في الولايات بسكرة؟ كنتوا في الشرقية. بسكرة؟ ما كناش في بسكرة، لا كنا في جيجل اوكي. في الصيف نتحركوا. تسمى انتم راكم المركز تاعكم قال مثلا في جيجل، ومن بعد انتم تتنقلوا كل ما صارت فيها عملية وكذا يعيطوا لكم. أكيد هذه قاعد يعيطون احنا وحدات واحد آخرين، يعني المهم تاعنا هي كانت مكافحة الإرهاب عبر التراب، أحيانا عبر التراب الوطني كامل. نعم. كيفاش انت الان الاخ مروان اصبت؟ ممكن تحكي لنا على الحادثة هذه، كيفاش اصبت انت وقطعوا لك الرجل نتاعك؟ الإصابة كانت ولاية تيزي وزو، منطقة ياكوران أثناء تمشيط، يعني في لقينا كما يقولوا الكواد المخابئ تاعهم، الباركور عبر معابر جبلية، انفجر لهم، كانت الإصابة على مستوى الرجل، تحولت لمستوى ذراعي النعجة، ثم قاموا ببتر الرجل اليمنى. الرجل نتاعك اليمنى طارت فما في تيزي وزو. طارت في تيزي وزو، وكاين بزاف اللي طاروا عبر مختلف التراب الوطني. كنتوا في عملية نتاع تمشيط ولا؟
كنا في عملية عطم شاتها. وش من سنة بالضبط؟ أفريل 2006، 2006. يعني يوم 6 أفريل كان اشتباك مسلح مع جماعة إرهابية في الماء، وكانت عندنا إصابة تاع جندي، ونظرا لصعوبة المسالك في الماء وكثرة الغابات، يعني كان عندنا دعم زملاء في المدفعية وطائرات الهليكوبتر، وبعد احنا دخلنا عندنا تمشيط، ثم تمت الإصابة. نعم، كاين فيه واحد الأخ كتب تعليق بطبيعة الحال، التعليق هذا هو راه يخدم هذا النقاش. قال لك ماذا بك الأخ مروان توضع الرجل الاصطناعية أمامك؟ نعم، هاي الرجل الاصطناعية، هذه الرجل الاصطناعية، هذه هنا الوطن المتوسق، وهذه الرجل الاصطناعية تاع الزميل اللي كانوا معنا بكر ميلود الموسوق تاع ولاية وهران، ميلود. يعني على المستوى الفاخر تشوف فيها. بكر ميلود، نعم، واليوم ده اليوم هذا الأفراد، أخ، يعني نعم، اليوم الأفراد هذو يعني خرجوا يطالبوا دوك نجيو دوك، بحقوق. رانا قريب ان شاء الله ننتقلوا للمساله هذه نتاع هذه تاع التنسيقيه، دوك نجيو لها ان شاء الله، على النقطه هذه بالذات نتاع الاصابه نتاعك انت فيما بعد لما اصبت في تيزي وزو، نقلوك لمستشفى عين النعجه في الجزائر العاصمه. نقلوني الزملاء تاعي، يعني أفراد السرية تاعي نقلوني لمدة 4 سوايع، بخرجنا من الغابة 4 سوايع، بخرجنا من الغابة ثم في وكنا في العملية حالة هذه بطبط. أخ مروان، أخ مروان في هذه العملية بالذات، هاني كيفاش معك. أنتم حتى طلعتوا للجبل؟ يا هل ترى جاتكم معلومات؟ يا هل ترى كنتوا طاردوا في مجموعة؟ يا هل ترى هجموا عليكم؟ كيفاش يعني ممكن تحكي لنا على هذه المسألة لأنها مهمة جدا؟ هي كانت بناء على معلومات، كانت عملية مشتركة ما بين الناحية الخامسة والناحية الأولى، شاركت فيها مختلف القوات. كان اليوم الأول كان عندنا اشتباك مسلح مع مجموعة إرهابية، النهار واليوم الثاني كان دعم من زملاء تاع مروحيات ومدفعية، اليوم الثالث كان تم عملية تمشيط مع الزملاء تاعنا كامل، وفما تمت الإصابة. نعم، الآن الأخ مروان رايح نطرح لك بعض الأسئلة فيما يتعلق بهذه التنسيقية. أنا كمواطن جزائري نتحدث معك كواحد ما راهوش فاهم الموضوع هذا أصلا، فهمت؟ حبينا احنا الآن نفهمه، بحكم هو أنك أنت راك تقول باللي راك ضابط، كنت برتبة نتاع نقيب، أنت راك واحد من الضحايا اللي راها الآن يعني تسمى الرجل نتاعك راها مبتورة. رانا نشوفه في حراك، فيه جهات راها تخلط منا ومنا، فيه جهات راها تستغل في هذه المسائل إعلاميا سياسيا إلى غير ذلك. بداية لو كان تحكي لنا كيفاش أولا جات هذه الفكرة نتاع هذه التنسيقية هذه، شكون هم الممثلين نتاعها، شكون هو الشرعي وشكون هو غير الشرعي، لماذا أصلا تؤسس هذه التنسيقية وتخرج الناس للشارع؟ سؤال يعني مطروح. سؤال مطروح وسؤال واجه. يعني التنسيقية تأسست فيها 3 منسقين وطنيين، اللي هو سيد سعيد عبد العزيز وسيد حسين عمار مدعو عمار البيري والنقيب مصطفى مروان. نعم، التنسيقية تأسست عند فشل المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي من الدفاع عن الحقوق المشروعة لشرائح مختلف شرائح متقاعد الجيش، وكان تمت عملية احتيال ونصب عليهم، عملية معروفة اللي راح ضحايا تاعها متقاعدين تقريبا 39 مليار،
39 مليار قضية المركبات اللي الناس فرزت دراهم وما سلموش المركبات تاعها، وما زالت لحد الساعة عندها أكثر من 5 سنوات على مستوى العدالة، ما لقاوش حل. لما لقاو المتقاعدين الجيش الوطني الشعبي مختلف الشارع تاعهم أن المنظمة هذه ما تمثل إلا نفسها والمصالح الخاصة تاعها، كان تقدم الأخ سيد عبد العزيز مع مجموعة من الزملاء كونوا التنسيقية هذه للدفاع عن الحقوق تاع مختلف شرائح متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، وضمنا لهم وكنا ضمنا لهم أنا والأخ حسين عمار اللي هو وسيدي عبد العزيز المنسقين الوطنيين، وجهت لهم تهم وقضاء عام سجن في درك السجن نجيو ليها، العسكري على درك مستوى نجيو ليها الاخ مروان، درك نجيو ليها وحده بوحده. اذا هذا الحراك هذا جاك احتجاج على هذه المنظمه اللي كانت هي تاكل في الحقوق نتاع هذه الفئه من المعطوبين ومن هذه الناس المتقاعدين. أكيد هذا أستاذ كان هذا السبب احنا الان الرئيسي رانا الاخ لظهور مروان رانا ساعه التنسيقية. ساعه نسمعه. اذا ظهرت هذه التنسيقيه وش من سنه بالضبط؟ التنسيقية قدمت طلب تأسيس تاعها سنة 2012 وتم رفض الطلب تاعها، والآن هاي تنشط كما نقولوا احنا الاعتماد تاعها بقوة الشارع ماشي بقوة القانون، يعني بقوة الشارع، وهذا الشيء معروف ماشي غير التنسيقية برك يا أستاذ اللي راهي لجأت للشارع بيكون في علمك. احنا كانت عندنا مراسلات للوزارة الوصية، مراسلات للبرلمان، مراسلات رئاسة الجمهورية من قبل سنة 2008، ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا الشيء فاني اللي فرض علينا نخرجوا للشارع. نعم، إذا أنتم الهضم نتاع الحقوق نتاعكم والسرقة نتاع الحقوق نتاعكم هو اللي دفعكم على جال باش أنتم تخرجوا للشارع. دوك الآن الأخ مروان راني نشوفه مرة على مرة ناس قال هذو ضحايا تاع المأساة، قال هذو ناس راهم مشطوبين، قال هذو ناس متقاعدين، قال هذو الناس أرامل نتاع هذو الناس اللي اسمهم ما فهمناش حنا الخلطة هذه اللي راها موجودة، لا سيما هو أنه كاين ناس ربما قال انت دوك راك واحد من الضحايا، انت راه طاير على رجلك. في المقابل راهو كاين واحد قال مثلا جاجا بشهاده مدرسيه مزوره ويخرجوه راه مشطوب، ولا قال مثلا راهو صدر في حقه حكم، قال مثلا واحد راهو ضربه صاحبه ماهوش كيما انت، قال مثلا راك اصبت في معركه. بالتالي راه كاين فيه خلطه، بالاضافه الى انه في هذا الزخم هذا اللي راه موجود بحيث هو انه كاين قال مثلا صراعات رانا نشوفوا فيها الان، قال هاهو فلان هاو قال لي قول الجنرال طرطا قول كذا، وقال واحد هاو قال لي الوزير كذا. هذه الخلطة اللي راها موجودة انتم الموقع نتاعكم راه أستاذ بان كما تكون في الصورة، هي حقيقة تم تشويه فئة المشطوبين، وكان تشويه مقصود لضرب التنسيقية. ولكن احنا بيكون في علمك انه هذو افراد الجيش الوطني الشعبي المشطوبين عملوا في ظروف غير استثنائية، يعني عملوا في ظروف قاهرة. هذا الناس ما هربوش للخارج، هذا الناس قعدوا في بلادهم ودافعوا على بلادهم النهار اللي كانت الدول الصديقة والمجاورة تمنع دخول سلاح للجزائر، تمنع دخول بلاد ثابت هذه ولادها اللي وقفوا ودافعوا عليها. اليوم في إطار المصالحة الوطنية، كي نقولوا إطار المصالحة الوطنية وكيما سماونا السياسيين يعني ضحايا المأساة الوطنية، نظن أن قانون المصالحة الوطنية هذا لأن هذه الفئة خدمت ظروف غير استثنائية، شافت حبايبها يموتوا قدامها، كان صاحبه يرقد معاه في السرير الصباح العشية ما يلقاش، يخرج في عملية العشية ما يلقاش. شفت حجم الدمار وحجم القتل في ذاك الوقت العشرية، يعني بنكون صراحة غير قليل قليل اللي يبقى
في عقله ويبقى يخمم بطريقة واعية. احنا كنا تمنينا ان المصالحة الوطنية تشمل كامل الناس وتعطي الحقوق لكامل الناس، ما دام كاين مصالحة ما بين الشعب الجزائري ورضى بها رضى بها الشعب الجزائري، ماذا بينا تشمل جميع الشرائح اللي شاركوا في حالة طوارئ، بداية من حالة طوارئ حتى نهاية حالة طوارئ. أما بالنسبة لأمر الشهداء، أرى من الشهداء يعني فاني أرى من الشهداء أي فئة اللي كاين فيها فئة بزاف اللي هم يعانوا الآن، نظرا من الحل اللي يعطوهم ما تكفيهمش. كاين أرى من الشهداء اللي لم يخدموا فام دي ميناج، يعني راجل مات على البلاد وهي اليوم يخدم فام دي ميناج. كاين اللي ولادهم ما يبيعوا الكسرة في الطريق، على وليدهم شاهد، هذه المرأة اللي كبرت وليدها وحملته مدة 10 كبراته ودفعته يدافع على بلاده وعلى العلم، مع العلم وهي عارفة باللي يعني الظروف اللي تعيشها البلاد، كما يقولوا هو يروح للعسكر وهي تفتر له في الطعام تاعه وتسنى فيه وتجيبوه لها. فعلا كانت أغلبية الأمهات هكا، هي راهي تدفع وليدها ولكن تفطر الطعام تقول لك بالك اليوم وليدي يجيبوا لي في صندوق يجيبوه لي ميت. يعني هذا الناس تلقاها تدي من حتى 5400، احنا نشوفوا فيها هذا ظلم، ظلم للفئة هذه. عندنا فئة المتقاعدين اللي خدموا 15 سنة وكاين اللي خدموا حتى 25 سنة مازال يتقاضى 27000 دينار جزائري، في حين تشوف واحد خدم عام عنده عام خدمة يدي 42000 جزائري. أي منطق هذا الذي يستعملون؟ يعني واحد إذن خدم على حسب واش عام فهمت من خلال يخلص الكلام تاعك انت هو انه فيه تمييز. في تمييز، وحتى في تمييز بين نعطيك مثال، تلقى ناس عندهم نصف الرتبة نصف سنوات العمل نصف الإصابة، ولكن تلقى الفرق بيناتهم يتعدى 70000 دينار جزائري ولا 50000 دينار جزائري فما أكثر. على الرغم أنه الناس هذه اليوم ناقصينها ما خلصت تاعها، هي اللي خدمت الفترة الصعبة، اللي خدمت الفترة الصعبة تاع العشرية السوداء. وكاين أستاذ، كاين قوانين، احنا كتنسيقية ماناش نقول لهم زيدونا ولا صدقوا علينا، فقط نطالبوا بتطبيق القوانين الصادرة في الجرائد الرسمية وفي التعليمات تاع القيادة وفي المراسم الرئاسية، يعني القوانين الموجودة، ولكن ما زاد في الدرج التطبيق تاعها ما كاش. هذا هو المشكل اللي رانا فيه، احنا ماشي نقول لهم زيدونا ولا صدقوا علينا. احنا وكاين ظلم واقع الفئة هذه، هذا شيء اكيد وشيء ولكن معروف. الاخ مروان، حبة من حبة. راهم كاينين الناس اللي راها صدرت في حقهم احكام قضائيه. قال مثلا واحد راهو مثلا متهم بالترويج ولا بالبيع نتاع المخدرات، واحد قال مثلا اغتصاب، واحد سرقه، واحد كذا. يعني ترى دوك هذه الفئه هذه ما راهمش هما دوك يستغلوا في هذه الفرصه على جال باش ينضموا معاكم انتوما، على جال باش هما يستفادوا من هذا الضغط اللي راكم تمارسوا فيها في الشارع. نوضعك في الصورة أستاذ، إحنا كتنسيقية عندها رئيس منسقين وطنيين، عندها لجان، عندها منسقين ولائيين على مستوى 44 ولاية، وعندها منسقين بلديين على مستوى البلديات. يعني الناس نعم كامل يعرفوا بعضهم، حتى المصطوب يعرف صاحب المصطوب ويعرف سبب الشطب بتاعه. إحنا الناس هذو استثنيناهم، أصحاب القضايا الكبرى سواء كان دعم الإرهاب ولا بيع السلاح ولا مخدرات ولا قضايا أخلاقية. حنا نهضروا على الناس اللي كان قاموا ب... ما نقولوش ما قاموش بأخطاء، ممكن قاموا بأخطاء، ولكن الأخطاء هذه ما تتزوج، ما لازم تكون نتيجة تحية شطب. كان قادر يقضي عقوبة تاعه، يقضي عقوبة شهر حبس ولا شهرين حبس ويعاود يرجع
العمل تاعو، لان العقوبه تاعو ما تستاهلش الشطب. كاين الناس اللي يفوتوهم كونسي ديسيبلين، يعني مجلس تاديبي على اخطاء ما كاش. احنا الجزائريين كامل نعرفوا بعضنا، ساعات تلقى تلقى قائد في المستوى، ساعات تلقى قائد حقار، واحد ما تتمه ما يخليش يروح. نهار اللي زرطي يومين ولا 3 ايام ولا 10 ايام يجي يفوتهم المجلس التأديبي يحوزوه، كاين اللي مريضة، كاين اللي عندهم يعني مختلف الظروف الاجتماعية. أما أصحاب المخدرات هذو وأصحاب القضايا الأخلاقية هذو، حنايا ما يعنوناش في الحراك تاعنا، ما يعنوناش في الحراك تاعنا ولا في التنسيقية. التنسيقية هذه وش تضم هذه؟ هذه التنسيقية اللي درتوها. التنسيقية تضم، هي تنسيقية من المتقاعدين الجيش الوطني الشعبي، فيها معطوبين متقاعدين معطوبين متقاعدين وش مجروحين، من رتبة؟ وفيها متقاعدين مصابين. درهم بزاف، وش من رتبة؟ يا هل ترى أنتم مختلف عندكم فئة برك ولا اسم المتقاعدين كامل؟ عندنا متقاعدين كامل فئة المتقاعدين كامل. الرتب، عندنا معنا حتى عقدة، ولكن ما يكشفوش على روحهم لظروف خاصة ويتحركوا معنا ويمشوا معنا في العراك. عندنا ضباط وضباط جنود، فيها مختلف الشرائح كامل تاع الرتب تاع الجيش الوطني الشعبي. وكاين حتى اللي دعمونا يعني من البعيد، من البعيد معنويا يدعمونا، ولكن في الحراك يعني ما مش معنا. نعم، إذن كاين الفئة نتاع المتقاعدين والفئة هذو نتاع المعطوبين اللي هما قال مثلا واحد طارت رجله، واحد عينه، واحد كذا. وش هي الفئة الأخرى اللي موجودين معاكم في هذه التنسيقية هذه؟ عندنا فئة مشطوبين، المشطوبين شكون هما؟ عندنا في المشطوبين، فهمنا هذه المشطوبين النقطة بالذات، استثنينا هذا منهم الفئة أصحاب. تاع المشطوبين. دوك مثلا أنا نعرف قال مثلا واحد راح جاجة دخل في شرشال ولا زور شهادة مدرسية ودخل باش يقرأ هو في شرشال، دار ما على باليش أنا مدة معينة هكذا، قال قرأ عام ولا اسمه ولا دخل بالرشوة ولا كذا، من بعد تعرف داروا أونكات عليه، قال يلا برا. واحد حكموه قال مثلا في قضية أخلاقية، واحد حكموه في قضية سرقة، واحد حكمه في قضية نتاع مخدرات، خرجوه، صدر حكم قضائي ضده، خرجوه راه برا. واش من حقوق عنده أستاذ، هذا؟ إحنا كنا وضحنا نشيل الكلام ليا انا عن الناس اخ اللي مروان، فاتوا. اخ مروان انا راني نطرح لك أنا يعني أنا اسئله على جال باش الناس الاخوه والاخوات اللي راهم يتبعوا فينا يفهموا، راهم رانا ماذا نتحدث بنا على أستاذ؟ المباشر والناس راها تسمع. ماذا بنا؟ إحنا أصلاً سلطت علينا سلطت علينا تعتيم إعلامي من جميع الجهات، نعم، نستثني زوج جرائد ولا ثلاثة اللي يتحدثوا على الحراك تاعنا، اللي أخذ خضم من أي حراك تاع مختلف الجبهات الاجتماعية، سواء كان أطباء ولا معلمين. ورانا في عامين في الشارع، عامين في الشارع، وراهم عندنا ضحايا، الناس كان اللي صابت راحت عينيها، كاين الناس اللي عندهم متابعات قضائية، كاين تضييقات أمنية، كاين حصار مفروض علينا. انا ماذا بيا باني الراي العام باه يكون في الصوره، وماذا بيا باه الرساله تاعي توصل للراي العام، لانه سواء كانوا سياسيين ولا شعب، راهم يستقبلوا الرساله من جهه واحده، هي جهه الوزاره الوصيه ولا المعلومات اللي يديها مع عند الوزاره. لحد الساعه حنايا ما كان حتى واحد سمع عنا، هذا الاطراف السياسيه اللي كتبوا فيها، سواء كانوا وزراء او احزاب او برلمانيين، اللي راهم يشوفوا بعينيهم وساكتين، ولا واحد فيهم قادر يهضر وعامل مسرحية شاهد ما شافش حاجة. رغم كل هذا احنا ماذا بينا الرأي العام يسمع وجهة النظر تاعنا والنظرة تاع الفئة هذه، والحقيقة يظهر الحقيقة تاع الفئة هذه. احنا فئة المصطوبين أصلا استثنينا منهم، قلت لك أصحاب القضايا الكبرى. احنا نهضروا على الناس، واحد راح كونجي داروا طار يومين خرجوه، نعم، نهضر على ناس ماليا كانت مرضى ما خلاهمش يروحوا، زرطوا بالك 10 ايام ولا شاف امه ولا عاود جا خرجوه. كاين الناس اللي خرجت ظلما
ظلما مع اوينا ما عجبنيش هذا الانسان، ولا دار غلطه بسيطه، ولا ما دابز مع صاحبه، ولا حاجه خفيفه، كان قادر يتعاقب على مستوى الثكنه ويعاود يرجع الخدمه تاعو. هذو الناس اللي انا نهضروا عليهم هما حاولوا يشوهوا الصوره تاعهم، هذو ولاد الجزائر، هذو ما جبناهمش من المستنزقه، وما جبناهمش من الخارج، هذو ولاد الجزائر، يعني ولاد الجزائر، وهذو وقفوا مع بلادهم، ما هربوش وما تخباوش وما إذن واش حكموش فهمت الجهه من الاخرى، خلال الكلام تاعك وقفوا مع الأخ بلادهم. مروان، تسمى أنت راك تقصد في المظلومين، يعني المشطوبين المظلومين. المشطوبين المظلومين يا استاذ، هذا أيوة كل اللي يقصد فيهم انا. نعم. الآن الأخ مراد، درك أنت الوزارة الوصية اللي هي وزارة الدفاع، وزارة الدفاع لحسب المعلومات نتاعي وحسب المطالعة نتاعي، هو أنه في فترة من الفترات قالوا من أنه هذا التنسيقية هذورهم عبارة عن أشخاص ولا يمثلون المتقاعدين ولا يمثلون الأسلاك الأمنية المشتركة، كاين جهة واحدة اللي هي تمثل هذا الناس، هي راها جهة رسمية، قال راها يعني قال مثلا منظمة ولا جمعية معتمدة، وهذا الناس فقط عليهم هو أنه يلتجئوا لهذه المنظمة ولا لهذه الهيئة على جال باش هما يرفعوا المظالم نتاعهم، بالاضافه الى انه قال راها الدوله دارت معاشات والى غير ذلك، دارت قوانين، وبالتالي هذا الناس راهم بطريقه واحده اخرى خارج القانون، وبمعنى انه راه يا كاين أستاذ جهات صدقني، تستعمل يا هو فيهم وراهم خرجوا للشارع من اجل احداث بلبله ومن اجل احداث فوضى في البلاد. واش ترد عليهم؟ ما هي إلا مغالطات للرأي العام يا أستاذ. وصدقني لو أن المتقاعدين الجيش الوطني الشعبي شافوا خير في هذه المنظمة وهذه الجمعية، وشافوا أنها قادرة تحصلهم على الحقوق تاعهم اللي هي راهي عندها مكونة في 20 سنة ولا 30 سنة، شادات المتقاعد هذا واش دارت له؟ جابت له الحقوق تاعه، دفعت عليه؟ بالعكس بالعكس، هاي تاخذ الاشتراكات 50 ألف، راهي تروح تخدم الورقه تاعك، ورقه اي ورقه بيروح الناحيه العسكريه يخدمها يدفع 50 ألف، يعني ما زالت لحد الساعه تاكل في حق المتقاعد، تدي من عنده ولكن ما اعطاته حتى حاجه. اعطيني واش اعطتني المنظمه هذه؟ اسكو دفعت لي الحقوق تاعي؟ اعطيني حق واحد، حق واحد جابته لي المنظمه، دوك نريح في دارنا ونريح. ماذا بيا انا؟ ماذا بيا نريح في دارنا، نريح مع اولادي، واني مريح ترونكيل، وكاين الناس راهي تدافع لي الحقوق تاعي وتجيب لي الحقوق تاعي. هذه حتى واحد ما يكرهها، حتى واحد ما يبغي يخرج الشارع. الشارع فرض علينا فرضا، صدقني غير فرض علينا فرضا بعد ان غلقت امامنا جميع الابواب، جميع الابواب غلقت امامنا، سواء من وزاره الوزاره هذا نكتب فيهم، سواء من البرلمان الممثلين تاع الشعب، واللي احنا نعتبر ان كمتقاعدين فئه تاع الشعب، سواء من رئاسه الجمهوريه ومن رئيس الجمهوريه اللي هو وزير الدفاع والقاضي الاول في البلاد والقائد الاعلى للقوات المسلحه، واللي تمت مراسلته مئات المرات، ولكن لا حياه له تنادي. هذا الشيء اللي خرجنا الشارع، احنا ما خلناش الشارع باش نديروا بلبله ولا نديروا فوضى. وانا على كل حال باش نكونوا في الصوره استاذ، ماهيش غير تنسيقيه تاع متقاعدي الجيش اللي رجعت الشارع، الاطباء رجعوا الشارع، وقوا معه، المعلمين رجعوا الشارع وقوا معه، لي رابلي رجعوا للشارع وقوا معه، 18 بلس 6 رجعوا الشارع وقوا معه. الشعب دروك يسحق الطريق، لازم يخرج الشارع باه يجي، باه يجي المسؤول يسمعه. وتفوت انت يحاكموك، انت استاذ نهار تخرج الشارع يفوتوك محاكمه وعند قاضي، ولكن المسؤول هذا اللي كان هو السبب في الخروج تاعك الشارع، على ما تستدعيش هو يجي يتحاكم؟ هو كان السبب. انا اللي عندي 10 سنين وانا نكتب ونطالب بطريقه رسميه، بطريقه حضاريه، بطريقه قانونيه، ما كانش اللي يسمع لي. واليوم كي خرجت للشارع يقولوا لي انت عيادي خارجيه. مانيش عيادي خارجيه انايا، احنا رجل 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 وطنيه، رجل تاع الرجال، طارت من اجل الوطنيه، طارت من اجل بلادهم، ما طارتش من حاجه واحده اخرى، وحتى واحد ما يزايد علينا بالوطنيه ولا بحاجه واحده اخرى. وهذا اسلوب اي واحد راه معروف، احنا الاسلوب تاع السياسيين تاعنا، اي انتفاضه
ايادي خارجيه، كاين ناس يتسير فيهم، متابعين احزاب سياسيه، يحرضوا فيهم، وهذه كلها مغالطات، كلها مغالطات. وماذا بينا يتعلموا من هم موجودين معنا الان، راهم موجودين، هم تحركوا دركا على الصفحه، راهم يحاولوا على جلب شي يشوشوا على هذا النقاش. المهم الاخوه والاخوات راكم تشوفوا فيهم، راكم تشوفوا في التعليقات نتاعهم، تكفي يعني تعرفوا غير التعليقات نتاعهم تعرفوا باللي هذ الناس راهم موظفين. راكم تشوفوا يعني احنا الان من خلال هذه الوسائل نفضحوهم بالحقائق شي بتبلعين. الاخ مروان الان راكم تحركتوا للشارع، شحال عندكم درك وانتم في الشارع؟ وين وصلتوا يعني في هذا النشاط نتاعكم اللي راهو في مختلف الولايات؟ وين وصلتوا يعني؟ هل ترى حققتوا جزء من المطالب نتاعكم؟ هل ترى فيه اتصالات بقيادات؟ هل ترى فيه وعود؟ وين راكم وصلتوا بالضبط؟ استاذ تقريبا عميد الشارع كانت عندنا وقفات على مستوى الولايات ووقفات جهوية وطنية وطنية. كان آخر كان ذي آخر زخم كبير، كان المسيرة الأولى تاع الحوش المخفي مع الإخوة المستقل الوطني الحسن عمر وسيدي عبد العزيز، اللي ضمت أكثر من 160 ألف متقاعد. كان الانطلاقة بورداس وصولا إلى الحوش المخفي، مشينا على الأقدام. ثم كان عندنا لقاء مع ممثلين عن الوزارة والسلطات الأمنية، اللي كان عطاونا مدة أسبوع للرد على المطالب تاعنا. على كل حال الوعود هذه ذهبت هباء منثورا، لم يتم الرد علينا، وتم الاحتيال، تم الاحتيال علينا بان نكونوا صرحاء، نكونوا صرحاء ونكونوا في الصورة. وكان آخرتها في نفس المكان الاعتصام تاع حوش المخفي اللي دام مدة 7 أيام. ختمناه مسيرة الكرامة مسافة 40 كيلومتر من مشين على أقدام كذلك برفقة الزملاء تاعنا المعطوبين ومصطوبين وجميع الشرائح من الحوش المخفي حتى تقريبا 2 كيلومتر على المطار. واللي كان عندنا سقوط ضحايا بزاف، كان عندنا زوج اللي فقدوا البصر نهائيا نتيجة القصف بالرصاص المطاطي. في المظاهرات هذه في الاحتجاجات، في المظاهرات في الاحتجاجات نعم استاذ. هل ترى عندكم احصائيات دقيقه الاخ مروان؟ كان عندنا هل ترى عندكم احصائيات دقيقه فيما يتعلق بهذا الناس اللي اصيبوا؟ شو استاذ، كانت عندنا 4 اصابات على مستوى العين، يعني 2 فقدوا البصر نهائيا. كان خونا الهاشمي من ولايه مستغانم، وكان الاخ رضا من ولايه البرج، كان الاخ فني من ولايه شلف، كانت الاصابه على مستوى العين، ولكن الحمد لله في حاله جيده هو والاخ من مسيله. كان عندنا الاخ فني في قسنطينه تعرض لكسور جد بالغه، كسور جد بالغه، كان دهس استعمال شاحنه الجرافه، شاحنه الجرافه تسعه ثلوج هذه اللي كسروا بها السيارات تاع متقاعدين على مستوى طريق السيار. كان استعمال الكليموزان والغازات، الكليموزان والغاز يعني كانت حرب شوارع، كانت تقدر تقول كانت حتى معركه شوارع ما بين الزملاء اللي تم التحريض تاعهم على الزملاء تاعنا، لانهم نصنا الاغلبيه تاعهم المتقاعدين هذو هم اللي كانوا رؤساء عليهم، كانوا مدربين لهم. توصلنا لواحد المواصل ما همش ملاح، ان اخوه المواجهات مع من كانت بالضبط؟ كانت مع قوات حفظ النظام للدرك الوطني الشعبي، يعني تاع الدرك، في الدرك تاع الدرك اللي كنا لهم احنا كل الاحترام. على كل حال اوامر ولا يتم كذلك معاقبه، المعاقبه تاعهم مفاني يعني فرضت عليهم كما فرضت علينا نحن ايضا. يبقوا هما خاوتنا على كل حال، بنوصلهم الرساله هذه، يبقوا احنا خاوتنا ولاد بلاد وحده.
كانوا اللي كانوا معنا في الصفوف، كان اللي دربناهم احنا، كان معهم اخوه، كان معهم يعني حتى من العائله تاعنا كانوا معاهم. انا نعرف واحد متقاعد، كان بابا الاب متقاعد معنا والابن دار كيف في الجهه الاخرى. يعني وصلنا واحد المواصل ماشي ملاح، ورغم هذا رغم هذا صدقني ما كان حتى تدخل من اي طرف كان، وكانه هذه الطبقه السياسيه ولا هذه الطبقه البرلمانيه او الرئاسه يعني خضره فوق عشان ما عندها حتى دور في البلاد هذه. كانت قادره المواجهه هذه تروح بينا الامور لا يحمد عقباها اللي احنا ماناش نحوس عليها، وكاين الناس تحاول تستغلنا حنايا بنروحوا الامور هذه باش تخدم مصالحها الشخصيه. احنا في هذه النقطة بالذات، هذه النقطة بالذات الأخ مروان كاين فيه واسمه كاين مسألة نتاع اختراق، راك تعرف راك في الجيش وتعرف باللي قادرين يخترقوكم، قادرين الناس راه هذوك مثلا هي تطالب بحقوق نتاعها وهذا حق مشروع راه تطالب به، لكن في المقابل كاين الناس عندهم أغراض سياسية، قال راهم كل شيء حابين أكيد هما يحركوا أستاذ. هذه الفئة، من بعد هما لما يحدث فيه خلل داخل النظام بحيث هو انه تصير فيه مواجهات، هاك تشوف انت كنت تقول لي باللي كاين اللي طيروا له عينه، فهمت؟ سمع عينه عمات، من بعد تصير فيه ردود افعال عنيفه، قال احنا دوك شكون هو كذا، ورانا سمعنا بعض التصريحات حتى من بعض الزملاء نتاعك، قال رانا داخلين العاصمه، فهمت؟ لما تشوف انت ناس راهم في المسؤوليه، قال سي محمد شوف شوف وين رانا وصلنا، ما تعتبروش من انه انتم في ظل هذه التنسيقيه هذه راه فيه عمليه اختراق، وراه فيه ناس عندها اهداف يعني غير الاهداف اللي راكم معلنينها. أستاذ عملية الاختراق هذه مش حاجة جديدة أستاذ. أكبر أحزاب في ايوه الجزائر اخترقوهم وقسموهم، ولكن الحمد لله يا ربي يا أستاذ. شوف كاين الناس اللي توفات في مواجهات مع الشرطة ولا مع الدرك من أجل مقابلة في كرة القدم، مقابلة في كرة القدم توفات. الحمد لله احنا نقولوا كانت عندنا إصابات من الطرفين، وجدامين الدركي كي يخرج المتقاعد يخرج من المحكمه يسلم عليه، وحتى في المسيره لقيناهم في الطريق وسلمنا عليهم. نهار اللي ما قاسونا سلمنا عليهم وفتنا، لانهم الاخوه تاعنا والزملاء تاعنا وبلاد وحده ودم واحد ومهام واحده وقوه واحده، والحقوق هذه اللي انا ندافع عليها اليوم هو راه يستفاد منها غدوه كي يخرج التقاعد، هو راه يستفاد منها. حنا رانا نسيو نحافظوا اول حاجه عندنا اولويات ما نتخطاوهاش، امن البلاد اللي دافعنا عليه مستحيل اليوم احنا نعرضه للخطر، هذا شيء اكيد. لان لو كان جيت انا يهمنا نحوس امن البلاد نعرضه للخطر ما ندخلش الصفوف الجيش الوطني الشعبي كاع ونروح نتخذ وجهه واحده اخرى. احنا امن البلاد حافظنا عليه بالامس وانا نحافظ عليه اليوم. ثاني حاجه المتقاعد قبل المطالب تاعو الحقوق تاعو يحوس على رد الاعتبار والكرامه تاعو. المتقاعد اللي صباح اليوم ممنوع عليه بيدخل العاصمه باحكام قضائيه، ولا يدخل بومرداس باحكام قضائيه لمده 3 سنين، ولا البويره باحكام قضائيه، اي قانون هذا؟ اي قانون هذا يا استاذ اللي منعك تدخل الولايه تاعك ويحكمك بحاجز امني يقول لك عاود ارجع ما عندكش الحق بتفوت، والدستور مدى 44 دستور تخول عندك تخول لي حريه التنقل عبر التراب الوطني والدخول والخروج منه. إذا كانت تعليمات فوق قوانين الدستور نحو الدستور هذا ونخلوا التعليمات هذا وما يمشوا البلاد. عندنا الدستور قوة الأمن هي المعنية الأولى تطبق قوانين الدستور. الشيء اللي فهمته من خلال المداخلة نتاعك الأخ مروان هو أنه ما عطاوكمش الاعتماد، هضموا الحقوق نتاعكم وما خلاوكمش تعبروا، سما هذو 3 نقاط رئيسية في المداخلة نتاعك. هذا الشيء اكيد تمت محاصرة والتعتيم الاعلامي المفروض. سي ان ان في الامريكان سي ان ان نقلت الاحداث تاع الحوش المخفي، سي ان ان العربية، الجزيرة، مختلف القنوات الاجنبية نقلت الاحداث بالفيديوهات وبالصوت والصورة، ولا قناة جزائرية
ولا قناة ولكن الجزائرية جرأت الأخ أنها مروان تستضيف هذيك ممثلين عن القنواتية ما التنسيقية؟ تقولكش الأخبار هذيك حبا فيكم ولا حبا ولا مع المطالب نتاعكم. القنوات هذيك كاين اللي هي تنقلها يخدمها هو أنه يتصرف في اضطرابات داخل الوطن. يا هل ترى أنتم أستاذ كعسكريين شوقي، أنا راكم قاريين هذه المسألة هذه، يعني تقرأوا الأبعاد نتاعها؟ أستاذ يا أستاذ، إحنا الأبعاد هذه أخذنا بعين الاعتبار، ولكن أنا لما نشوف قناة أجنبية تنقل الأحداث وقع في الجزائر، وقع في بلادي، قنوات جزائرية، ولا حدث ولا كلمة ولا حرف. يا ترى لو كان انا اليوم القنوات هذه الجزائريه تستضيف، قال الوفد عند التنسيقيه تنور الراي العام، يناقشوا الحقوق تاعهم، المطالب، يناقشوا الوضعيه تاعهم، ويطرحوا المشاكل تاعهم. نظن كان الاولى بها هي اللي تدخل قبل ما تدخل قنوات اخرى ولا يفتحوا لهم المجال. نعم، المطالب نتاعكم درك وش هي الأخ مروان؟ المطالب احنا مع 37 مطلب، وش هي ممكن تذكرها لنا؟ إذا راه عندك هكذا في وثيقة ولا ممكن تذكرها لنا؟ المهم قبل ما أحيل الكلمة للأخ مروان، ربما فيه إخوة هذون فقط راهم التحقوا بنا، نحن في بث مباشر اليوم، رانا الأحد 16 ديسمبر 2018، راهو معنا النقيب مروان اللي كان في القوات الخاصة، واحد من الناس يعني الضحايا نتاع المأساة هذه في الجزائر، بحيث هو أنه عنده رجله اليمنى راها مبتورة، ونحن الآن في نقاش يعني على جال باش يرفعوا هذه الانشغالات نتاعهم وهذه المطالب نتاعهم ونتناقشوا، بحيث هو أنه نحن الإعلام البديل، يعني ما بعيدا على التوجيه نتاع الأحزاب وبعيدا على التوجيه نتاع القنوات الفضائية، الهدف نتاعنا من خلال هذا النقاش ليس من أجل إثارة النعرات، وإنما من أجل على جال باش نعالجوا الأمور تاعنا بالحوار. تفضل الأخ مروان بالحوار فيما يتعلق بالمطالب هذه إذا كان هو أنه تذكرها. هي الحوار كذلك فني، تنوير الرأي العام، تنوير على الرأي العام نعم ما بين مطالب الأستاذ، الاستفادة من المعدل والمتمم الصادر بتاريخ 27/2013 في الجريدة الرسمية الجزائرية، والذي ينص تسري احكامه هذه الماده ابتداء من 1 يناير 2012، ولم نتقاضاها مثل ما هو منصوص عليها. الاستفاده من قانون الماليه التكميلي رقم 312 المؤرخ في 13 فبراير 2012 في الجريده الرسميه، والذي ينص كما يطبق المبلغ الادنى للمعاشات المذكور في الفقره اعلاه على المعاشات المماثله المصفات ابتداء من 1 يناير 2012، والذي ايضا لم يتقاضاها اصحابها. الاستفاده من توحيد القواعد المطبقه لحساب المعاش بين المتقاعدين المنتابين الى نفس الفئه الرتبه السلاح والاقدميه في الوظيفه، وبمعنى ادق توحيد المعاش فيما بينهم للمتقاعدين الذين سرحوا قبل 2011. كان الاستفاده من الماده 52 من القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 02/06 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2006، التي تنص يمدد كل تدبير عام يخص أجر موظفي الدولة إلى المستخدمين العسكريين رقم 26 المؤرخ 28 فبراير 2006، والذي ينص على تطبيق استفادة المتقاعد من الخدمات الاجتماعية للجيش ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. كاين قوانين أخرى، استفادة من المادة 41 و42 من القانون رقم 11/90 المؤرخ في 21 فبراير 1990، متعلق بالعمل والمتبتل في العطل السنوية التي والنصف من الشهر تتعدى المدة الإجمالية في السنة 30 يوم. يكون في علمك في فترة العشرية السوداء كان العطلة السنوية يفرض الشروط عن الشعبي ما تعداش 8 أيام،
احنا نعرفوا ان العطله السنويه هي فاتت اليوم، اليوم يطلبوا تعويض تاع الايام اللي كانت المفروض تكون هي عطله لهم قضوها في العمل نظرا للظروف الخاصه اللي كانت تمر بها البلاد. تطبيق قانون الذي ينص على خدمه عام حرب يساوي عام ونصف في التقاعد، استفاده من الماده 72 من القانون المتعلق بالعمل رقم 91 مؤرخ في 21 افريل 1990، وتطبيق منحه مكافاه نهايه الخدمه 12 شهر للمتقاعدين الذين سرحوا قبل 1 جويليه 2010. هذه يعني حتى هذه منحه نهايه الخدمه، يعني كاين ناس استفادت من 12 شهر، والناس اللي خرجت كانت بعد 2010 استفادت من مده 3 اشهر. انا اليوم طالبوا بالتوحيد التحفاني كذلك، يعني هذه بعض ابرز مثلا تاع متقاعدي الجيش الوطني. عندنا تسويه المصطوبين ودراسه الملفات تاعها، عندنا توحيد منحه الجريح يعني بين مختلف الرتب، كاين مطالب ترقية الأجور وترقية الأجور المتقاعدين، وتسوية جميع المنح والزيادات بأثر رجعي منذ 2008 اللي ما استفادش منها هذه الفئة كذلك. وكاين مطالب اللي بيكونوا فاني في الصورة. اليوم احنا عندنا أستاذ متقاعد يدي 27000 دينار، يعني يروح يدير الملف تاع سكن اجتماعي، يقول له ما نعطيكش لانك ديباسي 24000 دينار جزائري. يروح يدير تساهمي، يقول له ما نقدرش ندير لك لان الدخل تاعك ضعيف. المتقاعد اليوم راه هائم، نصهم الاغلبيه راهم بين الكراء والبيوت الهشه، ما صابوش اي صيغه يدخلوا فيها رغم الضغط تاعهم 27000 دينار او دخل اكثر، في دخل اضعف تاع الضعفاء، دخل ضعيف. ونطالبوا كذلك منح المتقاعدين نسبه 10% لجميع المتقاعدين اللي شاركوا ابتداء من بدايه حاله الطوارئ لنهايه حاله الطوارئ، لان الاغلبيه تاعهم خرجوا بامراض مزمنه سواء كانت عقليه او جسديه، ما كانش خد صحيح في الوقت هذاك نتيجة يعني الأعمال القتالية، يباتوا برا في النو في الثلج، وتمشيطات الناس كامل خرجت بأمراض مزمنة، لازم الروماتيزم، يعني عندهم أمراض مازال يعانوا منها حتى الساعة، لا طونسيون، الضغط، السكر، ما الخلعة والصوالح هذو. أغلبية المتقاعدين اللي خدموا في الفترة هذه يعني هم يعانوا من هذه الامراض. احنا طالبنا فني من العم نعطيهم نسبه عجز 10% تعمم على جميع المتقاعدين اللي فتروا اللي خدموا في العشريه السوداء. ونطالبوا فني يعني قاعده من يعني الزملاء تاعنا، يكون عندنا وفد من التنسيقيه كشريك اجتماعي، يكون عنده يعني مكتب على مستوى مكتب المعاشات العسكريه البليده على الاقل باه يناقشوا القوانين. كاين قوانين اصلا اللي سلطت علينا ظلما، يعني وهي بالقوانين هذو انتهكوا الحقوق تاع المتقاعدين هذو. احنا نتمنى ان شاء الله يفتحوا لنا باب الحوار، تبقى الجزائر هذه بلادنا والمهمه تاعنا كامل بان نحافظوا عليها. وكونك اكيد استاذ الراي العام سواء العام ولا الخاص يفهم باللي هذه الشريحه الضاره حاط على بلادها بالامس مستعده حتى اليوم بالضحيه على بلادها. الحقوق هذه كما قالوا هم يقولوا الزملاء تاعنا يعني اغلبيه حياتهم ضاعت ما بين اللي هو معوق، اللي هو طالع الفراش، اللي متقاعد راه مريض، اللي مصطوب راه يعاني دروك ما عندوش حتى دخل ولا تامين، المرض الشاهد اللي يعاني، وكذلك اولياء الشهداء. يعني هاد الناس ضاعت، لكن اليوم راهم يدافعوا الحقوق تاع اولادهم على الاقل. اليوم هما دافعوا على بلادهم ونقولوا تعاملوا بهذه الطريقه، ان شاء الله اولادهم على الاقل الحقوق توصل لاولادهم، يعيشوا بطريقه كريمه، ما يبقاش متقاعد وليده عايش في البيوت الهشه، ما يبقاش متقاعد وليده كل مره يكري في ولايه ولا في مكان، خرج لي من الدار
روح بدل الدار بدل المدرسة بدل يعني هذه الصوالح اللي هم يعانوا فيها. نتمنى احنا يشوفوا لهم ياخذوا هذه الشريحة بعين الاعتبار. المسؤولين السياسيين الواجب تاعهم انهم يتدخلوا، الواجب تاعهم انهم يتدخلوا ويحبسوا صبرني علينا صبرني الأخ التهم. أخ مروان، أصبر أصبر الأخ مروان، كاينة نقطة مهمة تفضل خويا. أثرتها أنت من خلال المطالب هذه اللي كنت تذكر فيها، وكاينة بعض الأشياء اللي قلت لي أنت وردت في الجريدة الرسمية وما هيش مطبقة. شكون اللي يطبقها؟ نجي نطبقها أنا؟ حابين احنا نفهموا يعني كمواطنين جزائريين كيفاش هذه السلطة اللي هي راها تعترف بشريحة وراها هي دايرة الحقوق نتاعهم مدونة في الجريدة الرسمية، شكون اللي يطبقها؟ شكون هذ الناس اللي الشوكر اللي هما ما يطبقوش هذه القوانين؟ شكون؟ وين راهم هذ الناس هذو؟ يعني ما يعني عندهم أستاذ جهة هاو راه كان تتابع فيهم، ما عندهم جهة راه تحاسب فيهم، شكون هذ الناس هذو؟ والدولة داخل دولة، حابين هنا نفهموا. تفكرني يا أستاذ، تفكرني يا أستاذ هنا يا وعد المقولة النائب البرلماني نشوم المعروف سبيسيفيك قال لهم احنا القوانين عندنا حب على ورق. لما نشوفوا القوانين يعني نفرحوا لما نشوفوا القوانين نفرحوا ونقولوا ان الحمد لله يا ربي عندنا قوانين اللي تحمي المواطن وتحمي الحقوق تاع الشرائح هذه. ولكن كي نجيو في ارض الواقع نصطدموا بواقع مغاير، واقع مغاير. والله انا عندي مثلك، راني في حيره من امري، دونك ما فهمناش حنايا هذه القوانين ما طبقتش او وجهت لي اغراض اخرى او حولت الى مسار اخر. والله يعني اهل القرار يعني الرئاسه والوزاره هم المخولين باش يجاوبوا على السؤال هذا، لان رانا تائهين فيه ما بين تناقضات، الطرفين. راسلنا طرف فيه تناقضات. في سما دوك انت تناقضات لما قدام هذا الشيء تسمع اكيد. بيان لوزارة الدفاع الوطني، بيان صريح فصيح قال هذ الناس راهم لا يمثلون المتقاعدين تاع الجيش، هذا امر منطقي، قال امر منطقي لانه هذ الناس هما راهم مهضوم الحقوق نتاعهم، شافوهم بلي هذه المنظمة ما تساعدهمش، فيه سرقة، فيه قال مثلا فساد، تحركوهما طالبوا، ومن بعدهما ما لم تسمع الصرخات نتاعهم لقوا باللي الشارع هو اللي يخرجوا ليه. لكن في المقابل اعتراف من هذه الوزارة من أن هذه الأمور راها قال مثلا راها دورست وراها كاين فيه بنود وكاين فيه كذا، كاين فيه تحسين في القانون تاع المعاشات تاع كذا. ومن بعد انت من الناس يعني الضحايا هذو تجي تقول لي باللي هذه القوانين صحيح راها كاينه موجوده في الجريده الرسميه، ولكن على ارض الواقع غير مجسده. شكون اللي جسدها؟ غير مجسدة، وكان فعلا كان فيه تضليل، كان فيه تضليل أن متقاعدي الجيش تحصلوا على الحقوق تاعهم في سنة 2013، وهي في الحقيقة اللي تحصلوا على الحقوق تاعهم كانت فئة الموب. يعني 78,000، 78,000 من فئة الموب هذوك هم اللي تحصلوا على الحقوق تاعهم وليس المتقاعدين. هذه المغالطة والقانون اللي دفعوا به للرأي العام، ويعني هو ينافي الواقع. القاضي يبقى نكونوا فاني في الصوره، استاذ با يكونوا قال الناس على بالهم، ويعني ما يستحقش علماء بيعرفوها لان الراي العام قاع على باله بها. 2013 كانت الانتخابات تاع 2014، احنا يعني انا ورفنا الامور هذه وكانه شراء للذمم، وكانه شراء للذمم لتمرير مرحله انتخابيه، مرحله ما معينه، كانش فيناتكم ما قضاء دام مصلحه الاخ معينه. مروان، ما دام انت راك حكيت على هذه اه المساله نتاع شراء الذمم، ما كانش فيه ناس هكذا بيناتكم قال اعطوهم سكنه والله وقالوا ودي روح اسكت علينا برك انا من والله قال عمل والله، ما فيش ناس هكذا شراوهم؟ والله كاين الناس اللي شراهم. احنا الحمد لله الساعه ما عندنا علم على حتى الانسان، ولكن عندنا المنسقين الولائيين والبلديين على مستوى الولايات ومستوى البلديات راهم يتحركوا يعاونوا في المتقاعدين والناس اللي مضرورين مع السلطات المحليه والعسكريه. الحمد لله كاين ولايات اللي تلقاو استجابه وشافوا الحاله تاعهم وعاونوهم، كاين ولايات يعني ما سمعوش بهم خلاص
يعني لما تروح عند المسؤول المدني يقول لك روح عند المؤسسة العسكرية، تروح عند المؤسسة العسكرية يقول لك انت راك خرجت ما سأل عندي والو. بقاو هايمين بين السلطتين. المشاكل هذه يعني راهي قدام الناس كامل، المسؤولين كامل على بالهم بهم، سواء كان سلطات مدنية ولا عسكرية. يكذب عليك اللي يقول لك انا ما على باليش، ولا ان الصوت هذا تاع الناس ما وصلش لانه وصل حتى عبر القارات. دوك بقى يد الحر والربط، يد الحر والربط راهي عند المسؤولين هذا، سواء عسكريين ولا سياسيين. هذه المهام تاعهم، المهام تاعهم بيحافظوا على البلاد، والمهام تاعهم بيدافعوا على الشعب تاعهم. مانيش نقول انا الفئات المتقاعدين، وحتى الفئات الاخرى، حتى الفئات الاخرى ما خصوش الناس كامل، حتى الفئات الاخرى اللي تعاني واختلاف شارع المجتمع اللي هم يعانوا. وراك تشوف خير دليل، هم كل يوم يخرجوا لنا 100 حراق موتى في البحر. يعني هذه الوضعيه المزريه اللي يعيش فيها الشعب الجزائري كامل، واحنا كفئه من الشعب، احنا كفئه من الشعب وولاد الشعب، وتربينا في الشعب وعشنا في الشعب وولدنا شعب. فيه واسمو الزملاء نتاعك كاين في وقت من الأوقات خذوهم للسجن، انت كنت معاهم؟ عندنا زوج موسيقيين وطنيين، سيدي عبد العزيز وحسين عمار، مدعو عمار البيري، اللي قضاه فترة عام سجن في المحكمة، لا في السجن العسكري بالبليدة، وحاكمهم في المحكمة العسكرية للبليدة ظلما وبهتانا بقوانين غير شرعية على المتقاعد، يعني بقوانين تطبق على الفرد العامل وليس الفرد المتقاعد. قضاه فترة عام حبس، الحمد لله يا ربي احنا اليوم خرجوا راهم في وسط اولادهم. عندنا اكثر من 152 متابعة قضائيا، 152 متابعة قضائيا بغرامات مالية، وسجن غير نافذ. وعندنا ستة في بوفريك قضاو شهر حبس. عندنا الناس بزاف اللي فوتوا فني. سجن غير نافذ، وسجن نافذ بالإضافة إلى منع، إلى المنع الحظر الكلي لدخول العاصمة لمدة 6 سنوات في حق بعض المتقاعدين، دخول سواء دخول العاصمة أو بومرداس أو البويرة أو البليدة. هذا الحكم أنا أول مرة نسمع به. يعني اليوم راه نشوفوا قانون جديد يطبق على المتقاعد. نقول ربي يجيب الخير برك. اصبر تشوف الاخ، كاين فيه اخ نبيل يطرح سؤال، يقول لك استاذ اطرح عليه سؤال، ما هي مطالب جرحى حوادث العمل العشرية السوداء، حوادث نارية وحوادث مرور، وأغلبية الفئة مبتوري الأيدي والأرجل وشلل تام وإعاقة دائمة وإصابات بالغة، لهذا يوجد تمييز على فئات أخرى؟ يعني ضحايا العمل يا استاذ، هذو هم يطالبوا بيتحصلوا على منحه الجريح، على منحه الجريح. يعني كيفهم كيف الزملاء تاعهم اللي انصابوا، كانوا مصابين ولا عندهم عاهات، في اطار مكافحه الارهاب. يعني الحقوق تاعهم، حقوق المطالب تاعهم هذه، المطالب تاعهم هذه المطالب يعني شرعيه، لانهم حتى هما خدموا في الظروف الاستثنائية هذه، وعانوا كما عانينا احنا، كما عانينا احنا، وكانوا الزملاء تاعنا في الصفوف ما نكرو حتى شريحة، وحتى شريحة غير منسوبين. الناس تخرج بنسبة عجز غير منسوبة، نعم. يعطيك نسبة عجز الأخ انه تخرج معاه مروان، ولكن غير منسوبة لها. من خلال النقاش هذا ومن خلال الحوار ومن خلال الحركة تاعكم هذا في الشارع، ما تشوفوش انتوما باللي الحركة نتاعكم هذا قادر يثير فئات أخرى اللي هي ثاني طلب الحقوق نتاعها؟ يعني درك انت، انا شخصيا باش تكون في الصورة، انا شخصيا لو كان درك يجي واحد من تاع الجماعات المسلحه نناقشوا ونحاوروا مثل ما كنت نناقش فيك، من الناس اللي كانوا هما قال مثلا في الجبل وهبطوا، نناقشوا نعطي له الفرصه مثل ما عطيتها لك، لانه انا بالنسبه لي انتم جزائريين. درك انت لما تشوف التصنيفات، قال مثلا مصطلحات ارامل الشهداء،
الشهيد، الاخر واش نقولوا عليه؟ نقولوا عليه الكافر والله واش نقولوا عليه؟ لما تشوف انت التصنيفات هذه. بالاضافه صبرني نكمل لك السؤال تاعي ومن بعد تفضل جاوب. بالاضافه الى انه فيه مصطلحات راها تستعمل، ما تشوفش انت باللي هذا اللي اسمه لونغاش والله، هذا الاسلوب هذا اللي راه يستعمل في الخطاب هو قادر يثير ناس اخرين، وبالتالي راح نزيدو نعاودو نرجعو لنقطة الصفر. انا معاك لما تقول لي باللي المصالحة يعني مثل ما راك تتمناها لم تطبق، وانا هذا الشيء اللي راني نعمله، نحن نعمل من اجل المصالحة وطنية حقيقية، وهذا الشيء داخل في هذا الاطار. احنا نحوسوا على انه يكون هناك حوار صريح شفاف، فيما بعد الحقوق نجيو لها واحدة واحدة. ما تشوفش انت باللي الخطاب هذا قادر هو يثير ناس اخرين. لما تشوف انت مثلا، نعطيك كمثال، انت كنت تحكي لي على الزميل تاعك هذا عمار البيري، وماذا بيا على جنب باش نديروا معاه حوار هو ولا صديق تاعك الاخر. ما تشوفش انت مثلا قال الصوره هذيك اللي نشرت في الفيسبوك نتاع حمل الرؤوس هكذا، ما تشوفش من انه مثل هذيك الامور هذيك اللي راها رايحه تنحي التعاطف هذاك مع الفئه نتاعكم؟ تفضل. والله يا استاذ انا نقول لك قضيه حمل الرؤوس هذه يعني قضيه، هو كان عنده كما يقول كما يهضر هو انه كانت الرساله تاعو هي اني انا نحمي بلادي، انا نحمي بلادي. راه يشوفوا يعني الفتره هذيك نعرضوا على الفتره ديال العشرين السوداء، يعني جهتين يعني ما نكونوا صراحه كنا اعداء، كنا أعداء صح، ما كناش يعني كانت بالك فترة المصالحة الوطنية هذه هدأت الأمور ورتبت ورتبت الأمور شوية، ما دام أنه الشعب الجزائري فوت عليها وسياسيين وإحنا واحد من الناس الحمد لله يا ربي نقول له إن الأمن هذا عاد بالفايدة للبلاد. خونا عمار يعني عنده جانب اندفاعي، يكون في علمك عنده جانب اندفاعي نظرا للضغوط والظلم اللي سلط عليه، خلاه يدير امر كما هذا. ولكن كما يقولوا هو مثلا وش هو كان قال انا الظلم اللي سلط عليه يعني كان تضرب في خزرونه يعني من طرف الزملاء تاعو حتى يعني ولا يتبول الدم، تم تحويله حتى من المستشفى. الضغوط كان ضربوه الزملاء في الدرك اللي قاع ما عنده حتى شهادة طبية عليها. بالك هو بعث ميساج يعاود يفكر الناس هذو، بالك يعاود يفكرهم. انا نهضر لك على النظرة تاعنا استاذة، بعيد عن الخلفيات ولا حاجه واحده اخرى. يفكرون باللي هذا باللي انا كنت من الناس اللي دافعوا على البلاد هذه وحميت الشعب، نقولوا حمينا الشعب وحمينا مؤسسه الجمهوريه، وبالك حتى قطعنا كما يقولوا قطعنا ريوس دفاعنا عن الوطن، ماشي تنكيلا ولا تنكيلا بالاشخاص، الظروف اللي ظروف خاصه بالك العسكري او اعلم بها وادرى بها. كان هو وصل هذا الميساج اني انا دافعت عن بلادي. اليوم انا نشوف مدني مزاك مريح مع رئيس الحكومه على انه شخصيه وطنيه، وانا يجوا زملائي في الدرك يضربوني ضرب مبرح، وحتى مع العلم انه جارح في اطار مكافحه الارهاب وعنده كليه واحده تعرض للاهانه هذا الشيء والضغوط هذه. حنا الجزائر معروفين ديما دمنا حامي والمشاريع المسودي، هذا معروفين على الجزائريين كاع هكا، يقول له سائد الجزائري سائد سريع الالتهاب، ديما تكون ردة فعل تاعنا قوية وتكون ردة فعل تاعنا عنيفة. والأمر اللي هضرت عليه أستاذ نظن أنا المصالحة الوطنية الناس هذو تبقى على عاتق المسؤولين وعاتق السياسيين، هما اللي بداوها وعليهم هما اللي يزيدوا ينظموا امورهم ويزيدوا يكملوا المسار هذه وينحوا هذه الاحتكاكات.
يعني بغينا ولا كان المصالحة كانت نعمة على أمن البلاد، وكانت نعمة على الشعب الجزائري كامل، ولكن الثمن تاعها كان غالي جدا. الثمن تاعها أمور ما كان رخيص، راحوا عليه دم، وراحوا عليه أبناء في مقتبل وشباب في مقتبل، يديرهم كاع بلديات ودواوير تعرف يعني العسكري، سواء اللي خلاتنا عشنا هذه المرحلة صعيبة بزاف. يعني كانوا كما يقولوا المسؤولين، احنا عندنا يقولوا أخطاء سياسيين تحملوها العسكريين، يعني هما ما يقولوا فيها، مش أنا، هما ما يقولوا فيها أخطاء سياسيين تحملوها العسكريين، واليوم أصبحوا السياسيين هما اللي تغنوا بالمصالحة هذه، وداروها شماعة ضربا عرض الحائط التضحيات تاع الناس هذو اللي ماتوا من أجل البلاد. شنو نقول لك أستاذ، إن شاء الله احنا نتمنى، وإن شاء الله يعني يزيدوا، يعني قانون المصالحة يزيد يشمل جميع الفئات، الناس كمان تحقق تدي الحقوق تاعها بالنسبة لشريحة المجتمع كامل، وإحنا كشريحة ثانية من شرائح المجتمع نسي نعبروا على الصوت تاعنا ونخرج الصوت تاعنا في ظل تضييق الإعلام اللي مفروض علينا، ما عدا جريدة خبر الوطن ليبرتي اللي هم يحكوا متابعين المسار تاعنا، وخاصة جريدة الخبر. باقي القنوات أو الجرائد ولا حدث، ينقلوا فقط الخطاب الرسمي. احنا اليوم احنا نسيو نبينوا وجهة النظر تاعنا وحقيقة ما يثار على شرائح متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، وبنحوا اللبس والغمض للرأي العام، ويفهم القضية اللي يقول لك 37 مطلب، يقول لك ما مطالب تعزيزية، ولكن يا أخي ارجع للقانون. تعرفوا أنا كنت متمني أن سواء الحكومة أو الرئاسة يفتحوا ويديروا لجنة التحقيق ويطلعوا القوانين هذه ويشوفوا مدى التطبيق تاعها على أرض الواقع، ولا ما كاش لما نشوف 5 ألوية حولوا على المحكمة العسكرية بالبليدة، نعم ونزيد نسمع فيها مختلف الجرائد نسمع باللي يعني لواء اللي كان حاكم مالية قام عنده 800 مليار في داره. نظن الأمور هنا تكون نعم واضحة، الأمور هنا نظن تكون واضحة، 800 مليار هذه منين جات كيفاش تشوف انت وبأسلوب الاخ هذه نظن مروان هذا. المصالحة؟ والله يا أستاذ المصالحة، ولا واحد يقدر ينكر باللي كانت سبب استتباب الأمن في الجزائر. نظن أن القانون تاعها لازم يتوسع، لأنه قانون ناقص، لازم يزيد يشمل فئات أخرى، حتى فئة المسلوبين هذا نتمناو يحطوهم يضموهم قانون المصالحة، لأنه سواء الطرفين فوتنا عشرية، سواء كانوا مدنيين عسكريين أو الجماعات المسلحة، فوتنا عشرية سوداء مرت على البلاد هذه، كان ضحايا تاعها جميع الشرع، كان عندهم ضحايا عسكريين ولا مدنيين، ولا حتى المدنيين كانت عندهم تضحيات. الحرس البلدي، الموب، دي جي بليسيس، يعني شرائح بزاف ما استثنت حتى واحد. اليوم إذا الحمد تشوف لله يا أنت ربي باللي رجعت الأمور. المصالحة ناقصة؟ المصالحة شوفها ناقصة أستاذ، هاي ناقصة المصالحة، هاي تشمل جميع الشرائح، كي جمع الشرائح نقول كيما جماعة المسلحة، المدنيين، عسكريين، حرس بلدي، باتريوت، موب، هذو كاع الناس اللي شاركوا في الفترة هذه رغم القانون يشملهم، لأنهم كامل كامل كانت عندهم تضحيات، كامل كانت عندهم خرجوا بصدمات، بالك ما زالوا ظلوك عايشين معاها. هذا نعم الشيء أكيد أنها ما زال ما شملتش كاع الناس. احنا نتمنى أنها تتوسع وكل واحد يدي حقه، باه نقولوا تكون مصالحة حقيقية. مثبتة على قوانين واضحة،
حقيقية واضحة علنية للرأي العام، كامل الناس يعرفها، وطريقة طريقة طريق واضح، ما فيش طريق واضح. نعم، شكرا الأخ مروان. إذا تحب كش ما تزيد ضيف أشياء ربما راني أنا ما أثرتهاش في النقاط، ما كانش عندي موعد معك، المهم درنا هكذا على المباشر مثل ما راهم يشوفوا الناس ويسمعوا، يعني ما كانش حوار قال مثلا محضر، ولا رانا نتحدثوا بعفوية كي أنا كي أنت، بعفوية ربما كاين أشياء اللي ربما أنا ما تطرقت لهاش من خلال الأسئلة، ربما قادر أنت تضيفها، ربما كش ما أشياء قال مثلا نسيتها، وربما يولهوك بعض الزملاء. فقط قبل ما نمر في الكلمة، في بعض الإخوة اللي مرة على مرة هكذا ساعة ساعة نشوف بعض التعليقات تاعكم، خاصة لما نكون نسمع في الأخ مروان الصفحة هذه، ربما كان فيه بعض الناس يتصلوا بيا أنا ما نجاوبهمش، أنا ما نجاوبش. لما واحد يتحدث معايا باسم مستعار أنا بالنسبة لي إنسان مجهول، لما يحدثني واحد باسمه الحقيقي ويقول لي أنا راني حاب نتحدث معاك في الموضوع الفلاني، إذا كان عندك متسع من الوقت نقدر نتصل بك ونحكي معك، إذا كان ما جاوبتوش عنده الحق باش يلومني. أما باش واحد يبعث لي أنا ليان تاع الصفحة نتاعو وقال شوف الصفحة نتاعي، ما أنا هضر معاه ما نحوس عليه. الإنسان اللي يحب يتحدث معايا الصفحة راني نقولها على المباشر والناس راها تسمع، صفحة مفتوحة لجميع الجزائريين والجزائريات. أي واحد راهو ضحية من الضحايا نتاع المأساة الجزائرية، سواء كان من الناس اللي كانوا في الجماعات المسلحة وقال مثلا ظلمة وقهرة وقال مثلا تعدوا على الإرادة نتاعه وكذا ظلموه، واحد من الناس قال مثلا المحقورين، أو من الناس اللي تعرضوا للاغتصاب، أو من الناس اللي تعرضوا للظلم يعني مختلف، واحد من الناس اللي كانوا في الجيش مهما كانت الرتبة نتاعه من جنرال إلى جندي، ما عندي حتى يعني قال يعني حسابات معهم. اي واحد بيجي يتكلم او يبين حقائق او يدير شهاده من اجل نفع خاوته الجزائريين والجزائريات، صفحه راه مفتوحه. فقط هو انه لازم نحسن الظن ببعضنا البعض. شي يجي واحد انا يتصل بي باسم مستعار ما نعرفه، ما والو، انت يا صاحبي انا في الانترنت، قادر واحد يكون مش جزائري اصلا، لما تتحدث معايا نعرفك باللي راك جزائري وراك فعلا. انا دوك هاو قال مثلا دوك انا يجي واحد يقول لي انا رتبه نتاعو، مره حدثني واحد قال لي رتبه كولونيل، اثبت لي باللي راك كولونيل، فهمت؟ اعطيني اوراق نتاع الهويه نتاعك باش نعرفك انت باللي راك كولونيل. يقدر اي واحد درك هو يجي يقول لك باللي راني كولونيل من بعد انت، لانه كاينين الناس اللي هاك تشوف فيهم يعني منذ قليل كانوا موجودين، الان هم ربما انسحبوا مجموعة اللي ربما تتعدى ألف شخص، مجموعة كلها تعاليق نتاع سخرية ونتاع بهتان ونتاع كذب ونتاع تبلعيط ونتاع ضحك على الناس، هدف نتاعهم هو أنك أنت تخلي النقاش والحوار وتلتبيهم. درك أنا في ظل هذه الإنترنت ما نقدرش أنا نفرق بين واحد أنا راهو قال إنسان جدي، وإنسان راهو قال مثلا صادق، وإنسان راهو كذاب وبلعاط وكذا. لما يجي واحد انا ونعرف الوسمو نتاعو، من بعد انا نفتح له المجال ويتحدث، وماذا بينا احنا رانا نستفادوا من بعضنا البعض، ربما شيء ننساه ربما كذا، نستفادوا من بعضنا البعض ونحاولوا ان نخرجوا بنتيجه. احنا ماناش نتحدثوا من اجل على جال باش نقارعجوا كما يقولوا في المصطلح الجديد هذا نتاع في الجزائر، ماناش نتحدثوا على جال باش نبلتكو والله على جال، رانا نتحدثوا كاين مأساة جزائرية ناس دفعت فمن هاو الاخ هذا اللي راه يتكلم فينا، رجل نتاعو طارت، فهمت؟ واحد عينه راحت، واحد مات، واحد عذبوه، واحد داروا له واحد كذا واحد كذا. هذه المأساة المشكلة مازال ما حليناهاش، راكم تشوفوا فئة، هذه فقط فئة من الفئات تطالب بحقوق وتطالب بتحسين الوضع نتاعها. في فئات أخرى قال مثلا فئة نتاع المختطفين نتاع الأبناء نتاعهم، كاين واحد أنا يحدثني خلاه باباه نهار اللي خطفوه خلاه في كرش امه، مازال درك يتخض، مازال درك يبكي، مازال درك يصرخ. هذو ثاني فئات مهمشة، فئات مظلومه. احنا نسمعوا الناس كل، نسمعوا الناس كل، والهدف نتاعنا هو المصالحه الوطنيه الحقيقيه، هذا هو الهدف نتاعنا. تفضل الاخ مروان. هذا هو استاذ، والله صدقني صدقني استاذ، كان يعني
ولكن نحكي لك غير زوج ولا ثلاثة كانوا ناس ما يشوفوش والديهم بالعام وما يروحش لدارهم بالعام، وكي يعطوا له بيرميسيون يروح يدير رونديفو مع باباه في العاصمة ولا في ولاية كبيرة، ما يقدرش يروح لداره خوفا يذبحوه في الطريق. عندنا ناس نعرف زميل كان معايا فاني في الفوج الخامس، ذبحوا له كامل العائلة تاعه من الأب للأم للإخوة، أبقى الوحيد على قيد الحياة أخونا بوشكيمة من عين الدفلة. كان فاني كان واحد الدفعة تاعي نقيب يعني ربي يرحمه بن يوسف من دير لي ذبحوا له باباه قدام عينه، وكان مخبي تحت تراكتور كي جاو بيرميسيون جاحوش عليه يعني ذبحوا له والديه. يعني هذو والديهم فاني شعب نقول لهم معاناة هذه قاست كاع شرائح المجتمع، لا شرائح المجتمع احنا عتموا علينا اعلاميا وحبوا يفرضوا علينا امر الواقع. يعني ندير انا واش نحب نعم مين يعني المهام تاعها انها تعدل بين الناس وتعطي كل ذي حق حقه، هذا هو القانون. موش قانون يعطي الحق الواحد وينزع الحق من واحد، يعني نعطي الحق نعم الواحد ونظلم واحد، هذا ماهوش قانون. المسؤول في المكان تاعه يتقاضى الاجر تاعه، با يخدم المواطن هذا با يخدمه بلا مزيته راه خالص عليها، با يخدمه باه يسهر على الراحه تاعه وباه يوصل له حقه. هذا المستوى اللي لازم الشعب يوصل ليه والمسؤول يفهمه مليح في راسه. انا مسؤول مانيش، انا المسؤول ما نجيش نشيت لك ولا ندربك لك، انا ما نشيت لك ما ندربك لك، انت راك مسؤول. المهمه تاعك انك تحافظ لي على حق الحقوق تاعي والحقوق تاع اولادي في اطار المهام تاعك اللي راك تعمل بها، وراك تقاضى اجر ماهوش صغير عليها. نقول وزير يدي 8 مليون ولا 8 مليون ماهوش عد زاهد، 8 مليون ماهوش عد زاهد، 8 مليون ما نروحش انا ما نروحش انا يا اخي الكريم نروح نشوف المطلوع كيفاه يطيب، ولا نروح ندش الحافله فيها مرحاض. يعني حتى المستوى تاع المسؤولين هذو فاني ربي يهديهم. نظن احنا حل الوقت ما نديرو، نظن ما نديرو نقطة بداية، هي نقطة نهاية ونقطة بداية. الإنسان يعرف الحقوق تاعو يدافع عليها، هذا من حقه، يكفلوا للدستور. المسؤول عنده المهام تاعو يقوم بها. نتمنى إن شاء الله يشملوا جميع الشرائح تاع المجتمع كامل، خاصة الشريحة تاع المتقاعدين، لأنها الشريحة هذه ضحت في وقت كان في الخارج أكثر من 200,000 يطالبوا باللجوء السياسي. الناس هذو ما هربوش، ما خرجوش في الخارج، قعدوا مع بلادهم ودافعوا عليها بشي اللي كان روحيا ومعنويا وجسديا وحتى عائليا. مازالوا دروك يعانيوا وعندهم أمراض نتيجة يعني. أخ مروان سامحني تفضل بركة، أنا من أستاذ. قبل أن نسمع لك فقط في هذه النقطة بالذات، ما لازمش تضحك على خاوتك. قال واحد راهو قال دار اللجوء السياسي، معناتها باللي راك أنت بطل وهو راهو جبان. هذه ما لازمش تغلط روحك فيها، راهم كاين ناس والله اللي يا هما استاذ ما حبوش راني يشاركوا في الفتنة، اسمع لي ما حبوش يشاركوا في اسمع هذه لي استاذ، راني المجازر. نهضر على المسؤولين، نعم انا راني قاصد المسؤولين ماشي قادر الشعب البسيط. نعم راني قاصد انا المسؤولين اللي وقت الشده مسؤول، ما تهربش، راك مسؤول ما تهربش، مسؤول براسك في بلادك تحل المشكله هذه اللي درتها، ماشي نعم تهرب للخارج. كاين مشكله وقعت علينا نهربوا للخارج، ينحلوها في بلادنا. نعم لا يسموك مسؤول اذا كانت تخلي الدعوه مالوكه في بلادك وتهرب للخارج وتشيري الاسكان في الخارج، ريح في الخارج لك جاي عندي. نعم المسؤول انا اللي يقودني بالخارج ما عاد ما ندير به، انا نسحق المسؤول اللي يمشي معايا هنا ويحل المشكل تاعي هنا، كان مليح ولا قبيح نحلوه بيناتنا، هذه المهمه تاعو. انا هذه هكا نعرف نعم المسؤولين هذو ما كانش لازم يهربوا، كان يجوا هنا يلقوا الحلول، بالكم قعدوا هنايا وقعدوا حاولوا وزادوا حاولوا وحاولوا، ما كناش نديروا عشريه، بالك كانت العشريه كانت تكون في عامين ولا سنين نلقاو لها حل. نعم هذا يا استاذ نعم احنا شكرا نتمناو، احنا نتمناو انا عندي غير يعني
يعني خاتمة مبروك أستاذ. أول حاجة نشكرك على فتح المجال بالتعريف بالقضية تاع متقاعدي الجيش الوطني الشعبي. ثاني حاجة يعني الجزائر هذه سواء الناس في الخارج ولا في الداخل، أنا متأكد باللي الجزائري يبغي بلاده وين ما يكون، من موسكو يبغي بلاده ويديه النفع عليها. هذا شيء مغروس في الجزائري، يعني ما من صغره مغروس فيه الوطنية. احنا الحمد لله يا ربي الناس كامل بدات تبغي بلادها. الدليل راك تشوف فيهم الناس تموت في البحر وما يقعدوش، ما داروش حاجة ماشي مليحة ولا خربوا ولا، يعني هذه بقات الروح الوطنية يحافظوا على بلادهم، بقات أولوية عندهم. وحتى هذوك نقولوا ضحوا بحياتهم ما يوصلوش مواصل ماشي ملاح داخل بلادهم. قضية تاع المتقاعد الجيش الوطني الشعبي بالشريعة تاعها كامل، يعني تعرضت بتعتيم إعلامي وقمع وقهر وحصار من جميع الجوانب، من جميع الجوانب الله غالب، لأن المسؤولين هذو ما قاموش بالدور تاعهم كما يجب، سواء سياسيين أو عسكريين أو عسكريين ما انتموش كامل، لأن كما نقولوا نلقاو كاين صالح وكاين طالح، كاين الناس اللي تقوم بالمهام تاعها، كاين الناس اللي حدث ولا حرج والله ما على بالهم. احنا نتمنى ان نشوفوا ارضيه ما نخرجوا بحل يرضي جميع الاطراف، يرضي جميع الاطراف، جميع الشريعه تاع الزملاء تاعنا المتقاعدين وحتى الاطراف الاخرى سواء الرئاسه او الوزاره الوصيه. ونتمنى الناس يوصلوا للحقوق تاعها، لان الناس هذه صدقني والله كرهت، والشارع فرض عليهم والله ما كانش هذا الظلم والقهر اللي تعرضوا ليه. خير الشارع ما كناش رايحين نسمعهم به كامل، وكانت عندنا اللي قلت لك استعملنا جميع الطرق اللي اتيحت الينا، راسلنا الرئاسه، راسلنا البرلمان، راسلنا الكتل البرلمانيه، رئيس البرلمان، كتله الدفاع، راسلنا وزاره الدفاع، يعني كاين بعض البرلمانيين اللي عندهم على اصبع كانوا طرحوا الاشكال هذا، ولكن نفس الرد اللي شفته في الخطاب الرسمي نفس الرد، يعني كاين كما نقولوا تشويه الصوره تاع التنسيقيه بواسطه المشطوبين اللي هما اولاد البلاد هذه ودافعوا عليها كما قلت لك. ان شاء الله المصالحه الوطنيه هذه فاني تعدل بين الناس كامل، تبنى على ارضيه صحيحه كي يكون الساس صحيح، تطلع الديزاميتاج ما تخافش، نعم وان شاء الله احنا بلادنا ديما تبقى ان شاء الله في امن وتبقى في رخاء ورفاهيه. ولكن لازم لها تبديل العقلية، لازم الشعب يعرف بلي الحقوق تاعه يدافع عليها، لازم يعرف بلي المسؤول راه خدام عنده، ما هو ماشي هو راه خدام عند المسؤول، هذا لازم يفهمها، لازم يعرف بلي المسؤول هذا راه المهام تاعه هو بيسر على الراحة تاعه. راك تشوف ماكرون وصرا في فرنسا قال لهم هو طلب الاعتذار من الشعب تاعه، ما قالهمش انتم هذه خارجية ولم يحرضوا فيكم احزاب ولا، طلب الاعتذار وحقق لهم بعض المطالب. اتمنى يكونوا احنا المسؤولين في مستوى المسؤولين هذو، نعم اللي يشوفوا المطالب تاع الشعب تاعهم، وما يتاخذوش سياسة دائمة سياسة الهروب الأمام وربح الوقت، سياسة هروب الأمام وربح الوقت بالتلفيق تهم باطلة لأي شريحة خرجت، أي شريحة خرجت لفقوا لها تهم، الطبار لفقوا لهم، المعلمين احنا يعني ما خلاهم. نعم الأخ مروان كشما راهم كاينين معاك إخوة ثم يحبوا يتكلموا من هذه الفئة. تفضل. أنا فوتك مستقل الولاية راني لولاية على وران. بالي بك باللي راك تعبت. لا لا والله كانت عندي فرصة، كان حديث شيق يعني عفوي وشيق. أنا اقتنيت فرصة برك في ظل الحصار الإعلامي المفروض علينا باه ننور شوية الرأي العام، لأني يعني نعم شفت ناس يعرضوهم في قنوات رسمية ما عندهمش نظرة على الحراك تاعنا، ما عندهمش نظرة على المطالب تاعنا، ويقولوا غير مطالب تعجيزية، لأنهم ما لأنهم ولا منظمة حقوقية ولا مؤسسة نقولوا سياسية وزارية جرأت وفتحت تحقيق وشافت المطالب تاع الناس هذو حقيقة. نعم أنا كانت عندي فرصة اليوم بأن
نعبر على صوت تاع الزملاء هذه اللي يتعرضوا دائما برد الاعتبار، وحتى الناس اللي سجنوا وتعرضوا للاصابات نطالبوا لهم ان شاء الله بربي بالتعويض تاعهم، لانهم انظلموا، وخاصه الناس اللي راحت عينيها يعني قدس باستعمال رصاص المطاطي الموجه للراس باصابه مباشره، يعني كان متعمد الحاق ضرر اكبر ضرر بالمتظاهر، وهذا ماشي من الشيم ولا من مهام رجال حفظ الامن. رجال حفظ الامن الناس تشوفهم تفرح انهم هما يحموهم، دروك ولات العكس. نقولوا احنا ربي يجيب الخير معك الاخ بكر موسيقى وراني يزيد يقدم سليم. نعم تفضل الاخ ميلود. هكذا واه بكا مولود معك المنسق الولائي لولاية وهران استاذ. هاي هو الاخ مولود، كش ما تزيد تضيف ربما بعض النقاط اللي ما تكلمش فيها الاخ مروان، ربما تزيد تضيفها في هذا. بعد كل شيء نشكرك على هذه المبادرة الجيدة التي قمت بها استاذ، وانت مشكور على كل حال، ونتمنى لك الجهد في عملك إن شاء الله، وربي يبارك فيك إن شاء الله، وإن شاء الله أن تكون لنا وتكون لنا في راه كاين تقطع في الخط. نعم نعم فيما يخص كان الأخ بالصفا مروان المنسق الوطني، انسى بعض انسى واحد النقطه بسبب المساجين الذين هم متابعين قضائيا، نطلب من الدوله الجزائريه هذه ان تتخذ العداله، وكلنا نعرف هذا الشيء بان في العالم العداله هي اول شيء في 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 في, في كل الوطن، وان شاء الله تكون العداله عادله ان شاء الله. وهذا بغينا نضيف لك الاخ كوني سماتي المعروف بعرف، راح يضيف لك كلمه خفيفه فقط يا استاذ ان عرضت. ما فيش مشكله. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. السلام عليكم. معك السلام. معك الاخ كوني سماتي توجور من كوريا. استاذ ربي يحفظك، ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله، بارك الله فيكم. المتابعين تاعك ثاني يعطيهم الصحه، يعطيهم الصحه، بارك الله فيكم. احنا التنسيقيه الوطنيه للجيش الوطني الشعبي بالمعطوبين ومشطوبين ومتقاعدين وارامل الشهداء وداء الحقوق، احنا ندوموندو في حقنا، احنا ندوموندو حقنا، هزينا اعلام، هزينا اعلام، ورحنا ندوموندو في حقنا. وطني وطني، اين حقي؟ قمعونا، يضربون فينا بالرصاص المطاطي، يضربوا فينا بالكليمونجان، يضربوا فينا بالطياره بالهليكوبتير، يضربوا فينا بالماء بالكاسيحات نتاع الثلوج، كسروا لنا الوطن نتاعنا، يعملوا فينا بمعاملات تقول انا ارهاب، يتبعوا حتى الان استاذ، حتى الان انا عندي وثيقه هنا من نروح بالسياره تاعي يتبعوا فيا، او وين راح، او وين صلى، او وين دخل عندي انا هنا، عندي هنا يتبعوا فينا، ما على بالناش وين رانا رايحين. خلاو حنا واش كنا نقولوا في الشعارات، كنا نقولوا وطني وطني اين حقي، كنا نقولوا برنامج يا جبان، برنامج يا اخي استاذ بلعوه يا اخي، بلعوه بالكادنا، كنا نقولوا حاج جنرال تحقرونا، سراقي الجنرالات تحقرونا، جنرالات في الحبس ولقاو عنده 800 مليار، منين جاتهم 800 مليار بلا ذهب؟ هذه الفئه من معطوبين مشطوبين متقاعدين دول حقوق، يدومونديو في حقها، ما احنا ندومونديو في حقنا. البلاد هذه ضحينا عليها بكري وما زلنا نضحيو عليها. درك يقول لك اي هذه خارجيه يعملوا فينا، ما تدخلش للجزائر، خمسه عشر عسكر ما يقدروش يجمعوا مع بعضهم، هذا ما كان، هم مغلطين الراي العام ومغلطين الشعب كامل مغلطينه. انا حقي ما نسمحش، حق ارامل الشهداء ما نسمحش، حق معطوب ومشطوب ومتقاعد ما نسمحش من الاخر. ارهاب يتمد له حق، تمد له الكرامه نتاعو 300 مليون، حفظ الكرامه نتاعو 300 مليون، وزيد تعطي له الشهريه والساكن، وزيد تدخله في التكنيكوم باش يدير ديبلوم تاع البقري، يجيب البقري من الخارج ونحل، واحنا تقهر فينا ويضربوا فينا بالرصاص المطاطي ويعاملوا فينا. جاك نحاولنا فيما يخص الادويه، نحاولنا 170 دواء، نحاولنا 170 دواء نحاولهن، والله راه عيب.
شكون شكون هذا اللي داروا له ديبلوم مانجر باش يجيب البقري من الخارج؟ شكون؟ إرهابي إرهابي وعنده كارتة إرهابي، عنده إرهابي حاليا اللي يهبطوا درك، حاليا اللي راهم يهبطوا درك تائب يسميه، يقول لك زميل أنا واحد الأخ مازال عامل على مستوى الدرك، قال لي حبس في كنت في باراج حبست واحد، قال لي معك زميل، قال له وريني كارتة، قال له إرهابي، وجبد له قال له تائب، كان يقتل في الناس ويذبح في الناس، ما زاد مدني مرزاق، مدني مرزاق كان يقتل في الناس ويذبح في الناس، ولا شخصية وطنية، ولا يستدعيوها في أول نوفمبر هذه بات، استدعوها الجيجل، استدعوها الجيجل باش يحضر يطلع الإعلام، يطلع الإعلام، وإحنا الفئة هذه نساوها خلاص مقهورين. تروح للسبيطار، متى تروح للسبيطار باش تداوي تلقى روحك 700 ولا 500، تلقى الشاب خلاص، شاب خلاص، مثلا نحكي لك في قسنطينه، الشاب خلاص تلقى واحد عنده لاباس عليه فايت قدامنا، وحنا جنود، وحنا جنود اللي بغالي مازالوا خدامين، الناس مازالت خدامه يتعاني. انا كيقول لي ويحيى يقهر فينا ويسب فينا، ويحيى اسم يقول لك حنا يدي خارجيه، ما تنساش باللي حنا الفئه نتاعنا اللي درك راهي برا من معطوبين ومشطوبين، كي راك تهينوا فينا حنا، ما تنساش الناس اللي مازالت في الصفوف، الناس اللي مازالت في الصفوف اي معوله علينا احنا باش كي تخرج تلقى حقها. الاخ الكريم عارف معك، شوف. عارف اصبرني اصبرني الاخ عارف، شوف اصبرني شويه نعاودوا نقطعوا البث، لانه هذا نخليوه فقط مع الاخ مروان، ومن بعد نعاود نفتح لكم، ربي يحفظك يا ربي يعطيك ما تتمنى، نفتح لكم وش اسمه حوار واحد اخر، نوعدكم على جل باش ان شاء الله نديروا برنامج اسبوعي، برنامج اسبوعي نعلنوه على المباشر والناس كامل تسمع من الحد للحد، عندنا لزامي من الحد للحد حاليا، الناس اللي همهم الناس اللي همهم الامر من الضحايا نتاع المأساة مهما كانت الاختلاف واسم الخلفيه. استاذ مدبي يطلع، استاذ مدبي، استاذ نطلب منك يطلع واحد في اللايف مدبي يعرف بنفسه بالوثيقه بالكارطه، ولا ما تطلعوش باش واحد ندير اسم داير البروفيل ما على باليش تاع الاخر، ومن بعد يطلعوا يولي ما على باليش كش ما يهضر ولا حاجه. نعم البلاد باش تكون في الصوره، ونقول الاخوان اللي راهم يتبعوا فينا على المباشر، قبل ما ندخل هذا الاخ مولود طلبت منه على جال باش يعطيني الهويه. حماده معليش طلع لنا حماده هذا كيشاح، نعم الناس كامل دوموندي فيه، حماده كيشاح هذا من الناس كامل دوموندي فيه، تعرفوا هذا في الحلقات الاخرين طلعوا، لا علينا في الحلقات الاخرين طلعوا، كان ما راح تكوبي ما فيش مشكله، ان شاء الله فان شاء الله في المستقبل نديروا معكم ان شاء الله حوار، نديروا حوار اسبوعي عندكم من الحد للحد ابتداء من الساعه 8 مساء، نديروا حوار خاص بهذه الماساه، انا الماساه مسمينها برنامج تاع الماساه في الجزائر، من الحد للحد على الساعه 8 مساء على المباشر، اي واحد سواء كان من هذو الضحايا نتاع المأساة، كان في الجيش او كان من اي واحد المختطفين في البلاد هذه، انا شوف جزائري. انا اي واحد اتصل بنا يعطينا الهويه نتاعو، يعطينا مختصر على القضيه نتاعو باش نطرقوا لها. نعم تفضل استاذ. اي واحد عنده حق في البلاد هذه ربي يسهل، وانا ما نحسد حتى واحد، انا ما نحسد حتى واحد، اي واحد عنده حق في البلاد هذه يديه من طب، من حراس السجون، من شرطة، من طلبة، من الناس كامل اللي عنده حق يديه من الاخر، هذه بلادنا، طاحوا عليها جدودنا، هذه بلادنا ضحوا عليها جدودها في وقت استعمار الجزائر، وهذه بلادنا ضحوا عليها الجيش الوطني الشعبي اللي مازالوا حتى الان، حتى اللحظة هذه مازالت الناس تموت تشهد في الجبال، مازال ما عندهاش 15 يوم شهيد في ولاية جيجة وفي ولاية ميلا، استشهد في عمره 25 سنة، خلى طفلة، الناس ما زالت تموت يا أستاذ، الناس ما زالت تموت، أرامل الشهداء، أرامل الشهداء يشفوا، الناس ضايعة، دي 27 100، الناس دي 27 100. نعم أصبرني الأخ، 27 100 الأخ عارف قلت لي أصبرني إن شاء الله نغلقوا هذا البث هذا، ونعود نفتح بث واحد آخر بعد ربع ساعة ولا 20 دقيقة، نزيدو نعاودو نديرو بث قصير هكذا برك، كش ما كاين فيه إخوة هكذا يديرو مداخلات. الأخ هذا اللي راهو يقول باللي طلعوا هكذا، هذا حمادة ولا وش اسمه، نشوفوا إذا كان فيه إخوة هكذا مجموعة، وإن شاء الله نعودكم عجل باش نديرو برنامج في المستقبل.
شكرا. إذن الإخوة والأخوات، كنا في حوار مباشر، كان فيه واحد من الإخوة من مدينة وهران، هو اللي كان من المفترض ندير معاه برنامج، وطلع واحد من الإخوة اللي معاه اللي اسمه مروان، اللي يقول من أنه هو راهو نقيب في القوات الخاصة، واحد من الناس اللي هما قطع الرجل نتاعو يعني.